بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم عن المقالة دي، تتناول إيضاح مبدئي عن أمراض الأرانب. أمراض الأرانب نوعين، نوع عادي يعني ممكن يصيب أرنب وما يتنقلش العدوى مثلا لأرنب تاني، ونوع تاني اللي هو معدي. ده نوعياته كتيرة، لكن هنبقى نتناول أهم ما فيها في فيديو تاني عشان نتكلم عن كل مرض منهم بالتفصيل. أما دلوقتي بالنسبة للأمراض العادية، فهي زي مثلا تقرح العرقوب، ده إذا جال أرنب مش بيعدي أرنب تاني ولا حاجة، بيتعالج لوحده ويبقى كويس. وفي مثلا بروز الأسنان، اللي هي إن الأسنان تطلع بره الشفة، يطلع فوق واللي تحت ينزل يلف لجوه، فبالتالي الأرنب ما يعرفش ياكل، فهنا مش هيعدي حد تاني. في كمان حاجة اسمها التواء الرقبة، يعني الأرنب تلاقي رقبته ملوية يا إما يمين يا إما شمال، وتلاقيه عشان تفرق بينه ده وبين مرض الجرب إذا جه في ودنه، إن ده بتلاقيه كل لما أنت تسيره أو تيجي جنبه تزود له علف ولا بتاع، من خوفه الالتواء يزيد مرة في مرة، يزيد لغاية ما لا مؤاخذة بقى وشه يبقى مطرح قفاه، فلا هيعرف يشرب ولا هيعرف ياكل. ده مش معدي بالنسبة للأرنب، لكن لازم تتخلص منه. في كمان التشوهات، تلاقي أرانب رجليها الورانية مفتوحة لبرة، أو القدمانية ضعيفة، برضو ده من ضمن التشوهات. وفي حاجة اسمها انقلاب الرحم، ودي بتيجي من أثناء الولادة، في أجنة مثلا كبيرة ولا حاجة ومع الحزق والكلام ده، فالرحم ينقلب ويطلع لبره. في حاجة اسمها الشلل الخلفي، اللي هو الشلل الرباعي، الأرنب رجليه الاثنين يتشلوا، وتبص تلاقيه بإيديه كده بيحاول يجر في جسمه عشان يوصل للمية مثلا أو المعلفة أو حاجة زي كده. في حالات بقى ضعف والسلسلة، ودي بتبقى ناتج طبعا يعني عدم رعاية المربي للأرانب ديت، أو أخطاء غير مقصودة، إن مثلا الأرنب يكون مثلا الأرنبة والدة مثلا 8 أو 9، ويجي يلقحها بعد تاني أو تالت يوم، فيزيد الإرهاق عليها ويزيد التعب والضعف، نتيجة إن هي في دايرة مستمرة من التغذية لنفسها وللأجنة، سواء اللي ولدتها أو للي جوه بطنها في التلقيح الجديد. في حاجة كمان اسمها التلييس، نتيجة إن الأم مثلا ما قبلتش تلقيح وقاعدة في العين وبتاكل نفس العلف بتاع المرضعات، وجا تاني شهر وقاعدة، ومثيل للموضوع ده اللي هي فترة الصيف لما الأمهات ما بتقبلش التلقيح، فبتسيبوها لكن بتاكل نفس الأكل بتاع المرضعات. فهنا كتر الأكل ده ونوعيته بيزود الدهون عندها فتليس، فدي برضو حالة من الحالات. في بقى كمان حاجة اللي هي الدمامل والخراريج. طبعا الدمامل والخراريج دي اذا جت لارنب ولا حاجه، جت لارنب فردي لكن مش هتعدي الغير، الا اذا كانت النظافه بقى معدومه يعني. طيب في
بالنسبة للأمراض دي، في حاجات، في أمراض لازم نتخلص من الأرنب، زي مثلا التواء الرئة ده لازم نتخلص من الأرنب لأنه مش هينفع، مش هيكمل معانا. وانقلاب الرحم، انقلاب الرحم في ناس بتطهر وتزقه وتدخله تاني، لكن طالما الأم بقى فيها عيب فهتبقى غير منتجة، فده ممكن نتخلص منه. التشوهات طبعا ما فيش أمل في إصلاحها، الشلل الخلفي شرحه. في بقى حاجات ممكن احنا بنتصرف معاها على أساس، يعني لو فرضا أم عشر أو ولدت، وولدت يعني عايزة ترضع، وترضع يعني لازم تاكل، طب هتاكل ازاي لو عندها بروز اسنان؟ في الحاله دي مضطر المربي انه يقصف لها السنان البارزه بره ديت بحرص عشان ما يقصش الشفه ولا كده، بحرص شديد، بحيث ان ايه، يبقى يقصرها بحيث انها تقدر تاكل وتعيش وترد عيالها وكده. دي ممكن ايه، حاله فرديه وبيعالجها. بالنسبه للتقرح العرقوب شرح، بيتعالج تقرح العرقوب. أما بالنسبة للضعف والسلسلة دي لها علاج برضو، بس إيه يعني هياخد وقت شوية، لأن الأرنب وهو كبير لما بيعيا وتيجي تعالجه ما بيرجعش في النمو بتاعه زي ما كان صغير وبينمو، نموه بيبقى بطيء، لكن بمشيئة الله بيخف يعني. وبرضو موضوع التلييس برضو ممكن له طريقة، انك بتخف له العلف 3 4 ايام، يعني تديله نص الوجبة، وتبدأ بعد كده تجرب، اذا كانت ام تجرب تدخلها للتلقيح، ما قبلتش اول يوم بتعاود تاني وتالت وهكذا، لقيت مفيش فايدة بتتخلص منها. دمامل الخراريج لازم برضو لها علاج، والعلاج بتاعها طبعا هنزله انا ان شاء الله في فيديو خاص. وإلى لقاء آخر بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.